واحد خمسة. مشاري أنا قاعد أحسب النقاط بس في شيء حايسني ماني عارفة إيش هو. في ثلاث نقاط ناقصين والرابع ما انحسبت. أما شلون ما انحسبت؟ أقول خلي حساب عليك. استهبل أنت، النقاط هي ناقصة ذي وين راحت؟ يا أخوي موضوعها عندي يا أخوي. موضوع عندك نتعب ون لنا كم يوم ونحاول نفوز ونشد حيلنا ويمين ومثل منهارة وذهب وخرج وقال أحمد وآخرته وين راحت النقاط؟ الحين إيش دخل سلطاني مشاري؟ اسأل الأصلع. نعم أنا داني. سبحان الله عارف نفسك. في أربع نقاط ما انحسبت وثلاث ناقصين ليش؟ الثلاث يا عزيزي مشاري انخصمت بسبب تأخيركم وأخذت أنا النقاط وزدت فيها نقطة بسبب إهمالكم للكرفان فصارت أربع نقاط. أنت على كيف؟ في نقاط لنا فرض نشلي علينا. إيه ما انحسبت عادي. لا يا الكاش حرامي وغشاش، هذا الكلام مرفوض تماما. إيه إيه اللي إيه حلال عليك حرام علينا. سارق نقاطنا أخوي رجعها، نقاطك لك نقاطنا لنا، لا تسرقنا في حلالنا. اللعب خيانة والقيد مال. هذه لا ربعنا أربعة وجاك سرة في البلوت هنا ما فيه، هنا أم نظام نظام. أقول ما في غش والنقاط محسوبة صح بقوانين والإشعارات وصلتكم وبالسلامة على متسابقين. حلال عليك حرام علينا. ها حقنا طيب. مرقة مرقة. الله الله روح متسابقين. شو يعني كذا؟ توكل على الله توكل على الله توكل على الله. مرقة مرقة نره روح.